لو عليا راحت المستشفى مع مامتها هجيلك وهكلمك قبل ما اجي. وانت كمان وحشتيني قوي. هعطلك شويه وما تقولش لا. تعالى يا سيدي. وانت وراك غير العطله؟ طب سلام انت يا علي. بص بقى ومل عينك وقولي رايك يستاهل العطله ولا لا. حلو قوي. دي يا سيدي هدايه البصبص. المفروض كلها كام يوم ونرجع. وطبعا لازم اشكرك انت واختي عليا. لولاكم ما كانتش ممكن تسامحني ابدا. شفت المناقصتين اللي انت كنت مخوفني منهم؟ اهم رسوا علينا وطلعت انا اللي صح. يا حبيبي انت دايما صح. خليني بس كده على وشك الحلو ده يمكن ترد عليا. ليها مرتبك يا أمجد علشان قربتوا ترجعوا لبعض. يعني عمال تفكر في شكل علاقتكم هيبقى عامل ازاي. خايفة لا ترجع زي الأول. يا عمرو أنا بعامل حسين معاملة عمري ما كنت أتخيل اللي أنا عاملها لحد في حياتي. أعمل إيه تاني عشان تطمن؟ واحدة واحدة يا أمجد والأمور هترجع بشكل طبيعي. يا ريت بقى بجد عشان اتخنقت يعني. لا يا أيوة حبيبتي الحمد لله تمام. رجعتوا من المستشفى انت وماما؟ طب لما ارجع لك بقى بيطمنيني الدكتور قال ايه؟ شويه كده واتحرك. لسه قاعد مع امجد. اديني اسلم عليها. طب هو عايز يسلم عليكي. خد يا هي علي ازيك؟ انا الحمد لله. صاحبتك هي اللي مجدناني. لا اجي اكل ايه؟ ملياش كيف ساكل حاجه. حاجه بحبها؟ والله ممكن افكر. طيب خليني اشوف ان شاء الله. خد يا عمر معاك. ايوه حبيبتي. حاضر هجيبه معايا.